كويس يا كابتن، بس كابتن مال عايز اسالك برضو سؤال مهم جدا في النقطه دي. ما بيقول لك انا جايب لعيب محترف، انا جايب لعيب محترف الانسجام. ما احنا بنشوف مثلا بره مصر ان يقول لك ايه، رونالدو لقيناه جه لعب من اول مباراه مع مانشستر يونايتد وسجل هدف واثنين. ف يعني طبعا هي مدارس، ولكن حضرتك برضو ميسي ما لعبش ميسي في باريس ما لعبش. انا بقول لحضرتك هي مدارس، هي مدارس في الاخر. ممكن تبقى وجهات نظر مختلفه، ولكن هل حضرتك مع وجهه النظر ان هو يلعب، ان اللاعب جاي، ان اللاعب جاي لاعب محترف و... بالظبط. انا شايف يا اسلام ان هم مش محظوظين، يعني يوم غير عادي بصراحه للجهاز الفني وللعيبه، يوم غير عادي. يعني عارف انت النهارده لو مثلا في خمس ست لعيبه كابتن عادل مش في حالتهم، الباقي بيشيل. برافو عليك كابتن مال، بس هو انا بس انا لو مدير فني 11 بالظبط، انا لو مدير فني برضه هو برضك مش موفق، سبحان الله. مش يوم انا كمان، حتى لو انا مش انا موفق، حتى لو انا موفق هعمل ايه بالظبط كده في مجموعه كلها مش موفقه. 11 اللي قدامي يا اسلام انا شايفهم يعني مش هم لعيبتي، مش في حالتهم، الصفات الارضيه مش موجوده، تجهيز للمباراه، الدوافع، اصرارك على المكسب انك انت تحقق البطوله ما كانتش موجوده، واخد بالك. فالنهارده سبحان الله في بعض المدربين بيقفل يا كابتن عادل الملف، بيقفل الدفتر بقى وبيقعد يتفرج عادي زي الجمهور، مش يومه. يعني انا فاكر مره كرويف مع منتخب هولندا دخل فيه وهو بيدير، مش عارف كان بيلعب مع منتخب فرنسا او حاجه زي كده يعني، وهو بيدير اللقاء دخل فيه جول اتنين تلاتة، راح قفل الدفتر وقعد حتى رجع على رجله وبقى راجل متفرج زي الجمهور. فسالوه فقال يوم مش يومي، واضح ان مش يومي في الاداره الفنيه ومش يوم لعيبتي، مش هم دول لعيبتي اللي انا عارفه. فالنهارده الولاد دول مش محظوظين كمان، لانهم نزلوا في وقت يعني ال11 اللي حواليهم مش موفقين ومش في حالتهم الطبيعيه. فالنهارده ومستر موسيماني كان لازم يدفع بيهم لان هو ما عندوش بالظبط. هي دي النقطه يا كابتن عادل، هي دي اللي انا بتكلم فيها بقى. ما عندوش غير انه يدفع بورق يقدر يعمل لنا الفارق، احنا متعادلين فمحتاجين نكسب. فالاداره الفنيه هنا تقول لك ايه، لا نازل مهاجم، مش هنزل مدافع او اشيل مدافع ونزل مهاجم. فبرضك الراجل قام بالدور اللي عليه من الناحيه الفنيه، شال مدافع ونزل مهاجم. برضك الامور ما مشيتش، شال لعيب نص ملعب ونزل مهاجم، الامور ما مشيتش. فانا عايز اقول ان هم كمان مش محظوظين، لان احنا كمان لو هم محظوظين زي ما كابتن عادل قال كسبانين واحد او اتنين، اتفرج بقى على اللعيبه دي، اتفرج على الاداء، صحيح هيساعدوا ازاي حتى كمان